الله يمسيكم بالخير يا اهل الخير، ومرحبا ومسهلا. اتيت من الغرب ولا ابالي، ما جيت لحاجات المصالح، اتيت طالبا علما مفيد ولو ابعدت عن اهلي وداري، واخذني العلم في ميدان علمي يساعدنا لنوصل مبتغانا، والدكتور الهام تكون بكل شيء وتحرص دوما على رفع مستوانا، بها كرم وشرف واخلاق عظيمه، وتحب الخير للناس جميعا. بيض الله وجهش يا دكتور الهام يلي للدراسه تلهمينه. ويا بنت النور النوار يلي بالقمع المنار، اشكرش انتي يا من تحرص دوما ان تعلم رقي العلم، تدرس وتشرح نصير منها باللغه بحار، ونشكر استاذتنا الكريمه ديما بنت العقاد اللي تعقد العزم على تقديم العروبه، العروبه اللي كلمتها تسكن عموم السحابه، فالديمتين الثنتين مثل غيمه ماطره تسقين العلم مثل غيمه مطر، تسقي ورود طالبة، وخوينا الحبيب عد يرعى للخير وكل الناس يغمرها احتراما. أشكرك يا من بالأردن بدل صوت الرعد من صوت يخوف لصوت فرح وراحة، ولا أنسى ندى يا من تنادي وتكون بإبعاد الملل والضيق عنا، ولا أنسى سنابل اللي بقمحها تدرسنا المحادثة وعلى الطلاق بتعبير تشجعنا، وحلا مثل الحلا تنتقد كالنحل تساعد صغيرنا وكبيرنا، ونتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان اليكم. بيض الله وجيهكم وكثر الله من امثالكم جميعا، وارجو العذر ان اخطيت يوم، واستودعكم رب العالمين.